لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا حبيب قلبي هنعمل وصفة جميلة جدا لتبييض وتفتيح الجسم والبشرة، وصفة نتيجتها فعالة وسريعة ومكوناتها بسيطة جدا جدا، مفيش بيت مفهوش المكونات اللي أنا هقولكم عليها دلوقتي، إن شاء الله تكون نتيجتها ممتازة معاكم. يلا بينا نقول مكونات الوصفة بتاعتنا عشان نعملها مع بعض. قبل ما اقول مكونات الوصفة بتاعتنا حابة افكركم بقناتي جديدة وصفات مجربة مع جيجي، وانا هسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصف، اتمنى ان انتوا تدخلوا وتشوفوا القناة وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان كل وصفاتنا الطبيعية مجربة وان شاء الله تعجبكم، وهسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصف. يلا بينا نقول مكونات الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هحتاجها النهاردة يا بنات في الوصفة بتاعتي هو معلقتين من الحليب، اي نوع حليب عندك سواء حليب طبيعي او حليب اللي انت بتجيبيه من برا اللي هو بخير او جهينة، هنحتاج معلقتين فقط من الحليب. وكمان هحتاج معلقتين من الليمون، هتجيبي ليمونة وهتعصريها، عايزة الليمون يكون مركز يعني بلاش تخففيه بمية لان احنا كده كده هنحطه على الحليب، والحليب هو اللبن علشان في بعض الدول بيبقى يعني عندهم معنى الحليب واللبن، فالحليب هو اللبن. هنحتاج معلقتين من الليمون، واخر مكون احتاجه معايا هو معلقة واحدة من العسل النحل الطبيعي طبعا يا بنات. يلا بينا هنعمل الوصفة ونقول طريقة استخدامها ازاي. انا جبت الطبق بتاعي وهضيف معلقتين من الحليب بالشكل ده، وهضيف عليهم برضو معلقتين من الليمون اللي انا عصرته اهو زي ما انتم شايفين، ومعايا برضو عسل النحل يكون طبيعي، هضيف برضو معلقة واحدة من عسل النحل. الوصفة دي يا بنات رائعة جدا جدا وبتجيب نتائج ممتازة جدا في تبييض البشرة زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نقلب العسل النحل باللبن والليمون بالشكل ده كده، هنقلبه طبعا عشان ندوب العسل خالص في المكونات بتاعتنا بالشكل ده. انا قلبت الوصفة بتاعتي كويس جدا اهو، يعني قلبت العسل مع المكونات كلها وبقى الخليط معايا زي ما انتم شايفين كده. طيب انا هستخدمه ازاي؟ هتستخدميه بطريقتين. اول طريقة انك ممكن تستخدميه بالفرشة بتاعتك، طبعا تكون فرشة ناعمة جدا من فرشة الميك اب، وممكن تستعملي الفرشة كده وتدهني بيها طبعا بشرتك وجسمك كله بالشكل ده كده، دي طريقة. ممكن برضو تستخدمي اي منديل كلينكس او اي قطن عندك، تستعملي برضو الوصفة دي تدهيني بيها بالشكل اللي احنا شفناه ده، هتدهيني بشرتك كلها والعنق كمان. برضو لو عندك اسمرار في لو في اسمرار في الركب او الكوع، الوصفة دي ممتازة ممتازة يا بنات، بتعمل تفتيح وتبييض رائع جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة يا حبايب قلبي، اتمنى ان شاء الله ان الوصفة تعجبكم، واذا عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وحاولي تعملي الوصفة ديت يعني لا يقل عن 3 مرات في الاسبوع او 4 مرات، لو قدرت تعمليها كل يوم برضو هتجيبلك نتيجة في تفتيح سريع جدا. وسيبي الوصفة على بشرتك يعني تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة، وبإذن الله تعمل لك تفتيح ممتاز، والوصفة دي رائعة ومجربة، يا رب تستفادوا بيها وشيروها لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.